مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. بعد انتقادها للمسلسلات المغربية، بنة العساس يغير رأي دنيا باطنة. بعد ضجة ابن تيمية، الشيخة تراكس تصرح ما كاينش واحد في العالم ما كيغلطش. صفاء حبيركو تسرق الأضواء رفقة نجلتها نيليا. ولادات تصدرت الترند في دراما رمضان. بعد انتقادها للمسلسلات المغربية، بنة العساس يغير رأي دنيا باطنة. كشفت الفنانة المغربية دنيا باطنة يوم الثلاثاء 20 أبريل عبر سطور حسابها على الانستغرام عن إعجابها بمسلسل بنة العساس الذي يعرض حاليا على القناة الأولى. وقالت دنيا باطنة إنها لم تكن تتابع أي مسلسل مغربي خلال شهر رمضان، ولكن انتابها الفضول لمتابعة مسلسل بنة العساس بعد إعجاب والدتها به. وأكدت دنيا باطنة أنها أعجبت أيضا بهذا المسلسل بعد مشاهدة إحدى حلقاته، وأعربت بالخصوص عن إعجابها بأداء الممثلة دنيا بوطازوت الذي وصفته بالطبيعي والقريب من الواقع. يذكر أن الفنانة دنيا باطنة قد كشفت في وقت سابق أنها لا تتابع أي مسلسل مغربي خلال رمضان، لأنها اختارت أن تشاهد المسلسلات الكويتية ومسلسل محمد رمضان فقط. بعد ضجة ابن تيمية، الشيخة تراكس تصرح ما كاينش واحد في العالم ما كيغلطش. بعد موجة من السخرية التي لحقتها بسبب مسابقة دينية على اليوتيوب وجهلها اسم ابن تيمية، خرجت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء الملقبة بالشيخة تراكس عن صمتها. وتقدمت تراكس باعتذار لمتتبعيها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حيث قالت في تدوينة حديثة: ما كاينش واحد في العالم ما كيغلطش. وأضافت: فيديو اعتذار مني على سؤال ابن تيمية، في إشارة منها لنشر مقطع فيديو مصور تقدم فيه اعتذارها للمشاركين في المسابقة الدينية. والتمست الشيخة تراكس نفسها من متتبعيها تشجيعها على الاستمرار في مسابقتها الدينية التي تعرضها على قناتها باليوتيوب رغم الضجة التي أحدثتها. صفاء حبيركو تسرق الأضواء رفقة نجلتها نيليا. سرقت الفنانة صفاء حبيركو الأنظار خلال أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وأطلت حبيركو على متابعيها رفقة نجلتها نيليا بذات الجلباب الأزرق المزين بالعقيق، وأرفقت صورتها بتعليق جاء فيه: أميرتي الصغيرة تتمنى لكم رمضانا كريما، لتنهال عليها عقبها علامات الإعجاب من قبل محبيها ورسائل التغزل بجمال طفلتها الصغيرة التي شبه الكثيرون بوالدها. يشار أن حبيركو تغيب عن الساحة الفنية منذ وضع توأمها نايل ونيليا، اللذان باتت تخصص لهما جل وقتها، لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا. من جهة أخرى، كانت صفاء حبيركو وزوجها مهدي شكراد قد أثار مؤخرا جدلا واسعا بسبب صور عقيقة توأمهما الذي جرى بسبب اتهامها بالعنصرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما وهما يحتميان بمظلة شمسية يحملها رجل أسود البشرة في مظهر أعاد إلى أذهان العديدين مشاهد الرق والعبودية. وقد أغضب هذا المشهد كثير نشطاء السوشيال ميديا المغاربة، مما جعلهم يوجهون سيلا من الانتقادات اللاذعة لحبيركو وزوجها، متسائلين عن الجدوى من الاستعانة بمظلة شمسية والجو صاف وجميل. من جهة أخرى، اعتبر البعض أن صفاء حبيركو قد تعمدت رفقة زوجها إثارة الجدل وخلق البوز من خلال إعادة نشر هذه الصور التي ترجع إلى احتفالها بعقيقة توأمها شهر فبراير الماضي. ولادات تصدرت الترند في دراما رمضان.
مشاهد كثيرة لطالما تصدرت الترند خلال شهر رمضان 2021، لكن الملفت تصدر عدد من مشاهد الولادة خلال الأسبوع والتي أشاد بها الجمهور، خاصة مع إتقان الطلق وآلام الولادة، ومنها ولادة منى زكي في لعبة نيوتن، وولادة نورهان في الأسانسير في بين السماء والأرض، وولادة سلمى في سلامات أبو البنات. تفاعل كبير شهدناه يوم أمس مع تصدر اسم منى زكي ترند تويتر، حيث شهدت الحلقة 10 من لعبة نيوتن أحداث كثيرة، منها خبر دخول والدتها إلى العناية المركزة، ليأتي من بعدها ألم الولادة وهي في غرفتها بينما تعاني كي تجد تاكسي يأخذها إلى المستشفى حيث تضع مولودها. في الحلقة 19 نورهان سارة لحظات مليئة بالخوف بعدما اقتربت لحظة ولادتها، حيث تجمعت السيدات في الأسانسير لمساعدتها، ولكنها كانت تنادي على زوجها أحمد السلكاوي الذي كان يقف خارج الأسانسير، وينتهي المشهد بولادتها. سبق وتصدر مسلسل سلامات أبو البنات حديث السوشيال ميديا بعد تداول مشهد ولادة سلمى صلاح الدين بكثرة، حيث أعجب البعض بإتقانها للدور وآلام الولادة وكأنه حقيقي، بينما أثار المشهد وتفاصيله الجدل عند البعض، إذ وعلى ما يبدو الخوض في بعض التفاصيل والجرأة في عرضها أمرا جديدا في الدراما المغربية.